وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا هنا علاقة الواو مع حرف الكاف علاقة تباعد كبير حكم الإظهار الألف ما الطبيعي بمقدار حركتان وكانوا الواو هنا أيضا ما الطبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان الألف التي بها الصفر المستدير هنا فيها قاعدة الزيادة يصرون الياء مع حرف الياء مع حرف الصاد هنا تباعد كبير حكم الإظهار الراء هنا مفخمة لأنها مضمومة الصاد يصرون الصاد هنا تفخيمها من الدرجة الخامسة لأنها جاءت مكسورة وهنا لا نقول أن بها تفخيما نسبيا لأنها بسبب إطباقها يصرون الراء هنا قلنا مفخمة لأنها مضمومة الواو في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو أربع أو ست حركات لا يوجد روم أو إشمام لأن النون هنا مفتوحة والفتحة لا تقبل التبعيض يصرون على النون مع حرف العين تباعد كبير حكمه الإظهار على العين أيضا العين مع حرف اللام تباعد كبير حكمه الإظهار على الألف هنا ما الطبيعي في حال الوقف بمقدار حركتان أما في حال الوصل بسبب التقاء الساكنين حذف الساكن الأول اللي هو حرف المد الساكن الأول هي على الألف في كلمة على والساكن الثاني هي اللام في كلمة الحنث إذن هنا يحذف الساكن الأول وهي الألف في كلمة على الحنث همزة الوصل هنا تسقط وصلا وعند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة اللام لام للتعريف الاسمية الساكنة الغير لازمة حكمها الإظهار القمري الحنث اللام مع الحاء اللام مع حرف الحاء هنا تباعد صغير حكمه الإظهار الحاء مع حرف النون تباعد مطلق حكمه الإظهار الحنث النون مع حرف الثاء هنا تقارب صغير حكمه الإخفاء الحقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى وغنة الإخفاء من المرتبة الثالثة الحنث العظيم هنا همزة الوصل تسقط وصلا عند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة اللام لام للتعريف الاسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة حكمها الإظهار القمري علة الإظهار هنا التباعد بين اللام والعين العين مع الظاء العين مع حرف الظاء هنا علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو أربع أو ست حركات مع الروم وجه واحد إذا نقف بكيفيتان وأربعة أوجه العظيم والميم مع حرف الميم مع حرف الواو هنا تجانس كبير حكمه الإظهار وكانوا الواو مع حرف الكاف تباعد كبير حكمه الإظهار وكانوا الألف ما الطبيعي بمقدار حركتان وكانوا الواو ما الطبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان الألف هنا بها قاعدة الزيادة يقولون الياء مع حرف القاف الياء مع حرف القاف نعم تباعد كبير حكمه الإظهار القاف هنا مفخمة من الدرجة الثالثة لأنها جاءت مضمومة الواو ما الطبيعي بمقدار حركتان يقولون أيضا الواو هنا يقولون الواو الثانية التي هي قبل النون في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو أربع أو ست حركات كيفية واحدة وثلاثة أوجه وكانوا يقولون أئذا يقولون النون مع حرف الهمزة
هنا تباعد كبير حكمه الإظهار. إي الهمزة مع الهمزة، هنا يجب أن نحقق الهمزات. العلاقة بين الهمزة والهمزة علاقة تماثل كبير حكمه الإظهار. إذا الهمزة مع الذا أيضا تباعد كبير حكمه الإظهار. إذا متنا، إذا هنا الألف من الطبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان. متنا الميم، علاقة الميم مع حرف التاء هنا تباعد مطلق حكمه الإظهار. التاء هنا ساكنة، نأتي بصفاتها الشدة، الهمس، الانفتاح، الاستفال، الإصماء. التاء مع حرف النون هنا تقارب صغير حكمه الإظهار. متنا الألف من الطبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان. وكنا الواو مع حرف الكاف، علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار. النون هنا غنى، أكمل ما تكون. الألف من الطبيعي بمقدار حركتان وصلا ووقفا. وكنا ترابا، التاء مع حرف الراء، هنا علاقة تقارب كبير حكمه الإظهار، الراء مفخمة. الألف من الطبيعي بمقدار حركتان. ترابا إذا وقفنا نقف بمد عوض من ملحقات المد الطبيعي بمقدار حركتان. أما عند الوصل ترابا، هنا لدينا حكم الإدغام الناقص بغنة، وغنة الإدغام الناقص من المرتبة الثانية. ترابا وعظاما، الواو مع حرف العين، علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار. العين مع حرف الظاء، أيضا تباعد كبير حكمه الإظهار. الألف الخنجرية هنا بها قاعدة الحذف. وعظاما إن، التنوين هنا مع حرف الهمزة، لدينا حكم الإظهار الحلقي. إن أيضا تحقيق الهمزات، هنا تماثل بين الهمزة والهمزة، تماثل كبير حكمه الإظهار. إن هنا وجوب غنة النون المشددة أكمل ما تكون. إن ما الطبيعي في الألف بمقدار حركتان وصلا ووقفا. لمبعوثون، اللام مع حرف الميم، تباعد كبير حكمه الإظهار. الميم مع حرف الباء، تجانس مطلق حكمه الإظهار. الباء هنا ساكنة، من صفات الباء الشدة، الجهر، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، وبها صفة ليس لها ضد وهي صفة القلقلة. لمبعوثون، الباء مع حرف العين، تباعد صغير حكمه الإظهار. الواو هنا ما الطبيعي بمقدار حركتان. لمبعوثون، الواو هنا في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات. لا نقف برم ولا إشمام لأن النون هنا مفتوحة. أو آباؤنا الأولون، الهمزة مع حرف الواو، تباعد كبير حكمه الإظهار. الواو مع الهمزة أيضا تباعد كبير حكمه الإظهار. آباؤنا، هنا تقدمت الهمزة على حرف المد، مد بدل. آباؤنا هنا في كلمة آباؤنا مد متصل واجب، يمد 4 أو 5 حركات. آباؤنا الهمزة مع حرف النون، هنا تباعد كبير حكمه الإظهار. آباؤنا الألف في حال الوقف عليها ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوصل يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين. الساكن الأول هي الألف في كلمة آباؤنا، والساكن الثاني هي اللام في كلمة الأولون. همزة الوصل هنا تسقط وصلا، وعند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة. اللام لام للتعريف الاسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة، حكمها الإظهار القمري. العلاقة بين اللام والهمزة علاقة تباعد صغير حكمه الإظهار. الأولون، الواو هنا ما الطبيعي في حال الوصل، أما في حال الوقف مد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات. لا نقف بالرم أو الإشمام لأن النون مفتوحة. قل إن الأولين والآخرين، قل القاف مع اللام، علاقة تباعد مطلق حكمه الإظهار. اللام هنا لام الفعل المظهرة، اللام مع الهمزة تباعد صغير حكمه الإظهار. إن نون هنا وجوب الغنة أكمل ما تكون. الأولين همزة الوصل تسقط وصلا، وعند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة. اللام لام للتعريف الاسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة، حكمها الإظهار القمري. العلاقة بين اللام والهمزة علاقة تباعد صغير حكمه الإظهار. الأولين، الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات. لا يوجد روم أو إشمام لأن النون مفتوحة. النون مع حرف الواو، هنا علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار. والآخرين، هنا همزة الوصل تسقط وصلا وابتداء،
اللام لام للتعريف الاسمي الساكن الزائدة غير لازمة حكم الإظهار القمري. الهمزة تقدمت على حرف المد، مد بدل يمد بمقدار حركتان من ملحقات المد الطبيعي. الهمزة مع الخاء هنا تباعد كبير حكم الإظهار. الخاء مفخمة من الدرجة الخامسة لأنها مكسورة، وهنا تفخيمها نسبيا لأنها مستعلية وغير مطبقة. العلاقة بين الخاء والراء هنا تباعد كبير حكم الإظهار. الراء مرققة لأنها مكسورة، الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات، لا روم ولا إشمام لأن النون هنا مفتوحة والفتحة لا تقبل التبعيض. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللام مع حرف الميم هنا تباعد كبير حكم الإظهار. الميم مع حرف الجيم تباعد مطلق حكمه الإظهار، الجيم ساكنة. من صفات الجيم جهر، شدة، استفال، انفتاح، إصمات، وفيها صفة القلقلة من الصفات التي ليس لها ضد. الجيم مع حرف الميم هنا تباعد كبير، تباعد صغير حكمه الإظهار. الواو ما الطبيعي بمقدار حركتان. لمجموعون الواو هنا في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقب بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات، لا روم ولا إشمام. لمجموعون إلى، النون مع حرف الهمزة تباعد كبير حكمه الإظهار. إلى، الهمزة مع اللام أيضا تباعد كبير حكمه الإظهار. إلى هنا الألف الخنجرية هي قاعدة الإبدال، وهنا ما الطبيعي وصلا ووقفا في الألف الخنجرية بمقدار حركتان. ميقاتي، الميم مع الياء، الميم مع الياء تباعد ميقات، تباعد مطلق حكمه الإظهار. الياء مع القاف تباعد صغير حكمه الإظهار. القاف مفخمة من الدرجة الأولى لأنها مفتوحة وبعدها حرف مد. الألف الخنجرية فيها قاعدة الحذف، هنا ما الطبيعي في حال الوصل بمقدار حركتان، أما عند الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات، ونقف أيضا بالروم وجه واحد، إذا بكيفيتان وأربعة أوجه. ميقات يوم، التاء مع حرف الياء، هنا التاء مع حرف الياء تباعد كبير حكمه الإظهار. الياء مع حرف الواو أيضا تباعد مطلق حكمه الإظهار. الواو هنا حرف لين، وصلا نعطي الواو اللينة زمن فقط لتحقيق الحرف، أما عند الوقف نقف بمد عارض مد لين عارض حركتان أو 4 أو 6 حركات، وأيضا نقف بالروم وجه واحد. من صفات الواو اللينة هنا رخوة، مستفيلة، مجهورة، منفتحة، مصمتة، وبها صفة اللين. يوم معلوم، التنوين مع حرف الميم هنا إدغام كامل بغنة، والإدغام الكامل بغنة مرتبته المرتبة الأولى أكمل ما تكون. معلوم، العين هنا من صفات العين البينية، الاستفال، الجهر، الانفتاح، الإصمات. العين مع حرف اللام، نأتي بعلاقة العين مع حرف اللام، علاقة تباعد صغير حكمه الإظهار. الواو هنا ما الطبيعي في حال الوصل بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقب بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات مع الروم وجه واحد، إذا بكيفيتان وأربعة أوجه. إذا وصلنا معلوم ثم، هنا نأتي بحكم الإخفاء الحقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى، وغنة الإخفاء هي المرتبة الثالثة.